اختتم الجناح الوطني البحريني أعماله في معرض جايتكس 2021 بمشاركة ممثلين عن مختلف قطاعات تقنية المعلومات في المملكة من شركات ناشئة ومتوسطة وجهات حكومية ومؤسسات تعليمية. وتضمنت أعمال الجناح الوطني البحريني العديد من الفعاليات، كما جرى توقيع أكثر من 10 اتفاقيات أعمال بين شركات بحرينية ونظيراتها من المنطقة والعالم. من خلال منصة واحدة تضم هيئات قطاع المعلومات والاتصالات إلى جانب جهات حكومية ومؤسسات تعليمية وعدد مهم من شركات تقنية المعلومات في مملكة البحرين، استعرضت المملكة إمكاناتها الرقمية ومواردها التقنية خلال فعاليات جايتكس دبي 2021. لا شك أن مشاركتنا في جايتكس هذه السنة هي انعكاس مباشر لحيوية ودينامية قطاع المعلومات في البحرين. احنا بدأنا بثمان شركات والآن نمثل 50 شركة، 30 شركة متوسطة وصغيرة و20 شركة ناشئة. جامعة البحرين كانت أكبر مؤسسة تعليمية تنضم للحوسبة السحابية أمازون الكلاود كومبيوتينج أمازون بحرين لنقل جميع مقتنيات البنية التحتية من برمجيات إلى الحوسبة السحابية واستخدام أحدث التقنيات الموجودة في الحوسبة السحابية أمازون بحرين. طبعاً مشاركة بنفت مثل ما ذكرت اللي هو تسويق لاسم البحرين في مجال المدفوعات المالية، المؤسسات المالية المصرفية. وطبعاً عرضنا إحنا آخر منتجاتنا اللي هو الشيكات الإلكترونية اللي طبعاً أعلن عنه المصرف المركزي قبل 3 أيام وراح لايف اللي هو بتاريخ 19 واللي تديرة شركة بنفت. طبعاً هاي المشروع الأول من نوعه في المنطقة وإحنا فخورين إن نرفع اسم البحرين في هالمجال. الجناح الوطني البحريني عكس وبقوة الفرص الجاذبة التي تزخر بها البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين وجهود المملكة نحو تشجيع التحول الرقمي في مختلف التطبيقات الاقتصادية وما تقدمه من بنى تحتية وسياسات داعمة لبناء نظام اقتصادي مستدام يقوم على التكنولوجيا. احنا كشركات عندنا تعاون داخل البحرين ونتعاون في كثير من المشاريع ويشرفنا ان نتعاون مع اخوان الشركات. عندنا تقريبا يعني 50 شركه نتعاون معاهم في مشاريع مختلفه داخل البحرين وخارج البحرين. بالنسبه حق مشاركتنا في جايتكس السنه هذه عندنا منتج جديد اطلقناه مع مايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت تيم كولينج. المشاركة البحرينية في جايتكس دبي 2021 تأكيد لروح الشراكة والفريق الواحد الذي تميز به ممثلي مختلف مجالات قطاع تقنية المعلومات في المملكة من شركات وجهات حكومية ومؤسسات تعليمية.